سلام عليكم طلاب. هذا الجزء راح نكمل به وين ما وصلنا بالفيديو الأول اللي هو تكملة للمحاضرة الأولى. وصلنا إلى أنه المكونات الوظيفية الرئيسية للـ 8085. عندنا Register Section, Arithmetic Logic Unit, Timing Control, Interrupt, Serial Input Output Control. زين. خلينا نجي على هذا السكشن اللي هو الريجستر. عمود ناخذ وقتنا به ونشرحه ونوضحه. شنو الريجستر؟ ما معناته الريجسترز؟ الريجسترز طبعا ترجمتها بالعربيه سجلات او هيك شيء، يعني المهم انتم افهموها ريجستر. الريجستر هو عباره عن وحده خزن مؤقته موجوده داخل السي بي يو، تخزن عنوان او بيانات. طبعا الريجستر مثلا بال 885 الريجستر هي عبارة عن 8 بت، يعني بداخلها اقدر اخزن 8 بتات يعني بايت. اكو بعض الرجسترات 16 بت، صحيح هسه راح نشوفها ان شاء الله، يعني اقدر اخزن بداخلها معلومات متكونة من 2 بايت، هنا 1 بايت، هنا 2 بايت. زين، احنا مو قلنا هذا السي بي يو، خلينا نقول اصبر، خلينا نقول هذا الايتي 85، وهاي مو المين ميموري، هاي مربوطات ادرس باص وديتا باص، ويعني طيب الامور. هنا السي بي يو ايش يسوي؟ طبعا هنا بداخل السي بي يو ايش اكو؟ قلنا اكو ALU Arithmetic Logic Unit، اكو شنو؟ اكو Control Unit، اكو بعد شغلات اخرى. من ضمن الشغلات الاخرى اكو فد شغلات اسمها ريجسترات. ريجسترات متكونه من 8 بت، هيك صايره 8 بت او 16 بت هسه نشوفها. انا مو جبت منها، يعني مو العنوان دزني لهنا، مو العنوان دزني لهنا، وهنا اكو بيانات، جبت هاي البيانات. زين هاي البيانات من جبتها وين اوديها؟ راح اوديها للرجسترات، خليها بالرجسترات. عاد بعد منا الارثمتيك لوجيك يونت يجي ياخذها من الرجسترات، يعالجها، يسوي عليها حسابات، ويرجع يخزنها بالرجسترات. فانا الخزن مالتي اما يبقيها هنا بالرجسترات ويوديها للمين ميموري يخزنها. زين هذا العنوان، هذا العنوان اللي دا يجي يوصلني لهاي الميموري، منين اجيبه؟ المايكرو بروسيسور ينطيني اياه، وين مخزون العنوان؟ مخزون هم بواحد من هاي الرجسترات. فلذلك اذا انا دا ادز عنوان تلقاني دا استخدم 16 بت. ليش الريجستر ابو 16 بت؟ لان احنا قلنا خطوط النقل عنوان ما في 16 بت والبيانات 8 بايتين، لا يعني العفو 1 بايت، اذا بيانات واذا بايتين عنوان. المهم هسه احنا مو موضوعنا هذا، موضوعنا انه الريجستر هو شنو؟ هو عباره عن وحده خزن مؤقته موجوده وين؟ بداخل المايكرو بروسيسور، تخزن عنوان او بيانات. زين خلينا نجي نشوف بالمحاضره مالتنا ايش موجود. طبعا هذا الحكي كله موجود، هي هذا هاي اذا تشوفوها هاي المحاضره مالتكم، بس قلت لكم انا هناك مسويها. فهسه احنا راح نجي على اول جزء اللي هو الريجستر سكشن. اسم الريجستر هذا باعه، هذا هو المايكرو بروسيسور، هذا مثلا ال 8085. بداخله ايش اكو؟ اكو اكيوميليتر اللي هو ريجستر اي، يصيحوا له، متكون من 8 بت. واكو فلاج ريجستر من 8 بت. واكو بي ريجستر بي سي ودي واي واتش وال، كل واحد بي متكون من 8. عندي هذني الاثنين متكونات من 16 اللي هن الاس بي والبي سي. هاي هنا تشوفون مربوط ادريس اش يوني دايركشنال، يعني احادي الاتجاه، وهنا 8 بت باي دايركشنال، يعني ثنائي الاتجاه، ثنائي الاتجاه. تمام. زين
خلي نجي عليهن واحدة واحدة. يقول طبعا مثل ما عرفنا كم ريجستر هالسانة عندي إذا نجي نحسب كالريجسترات، هذا الاثنين عادة ما نعتبرها نحن ريجستر، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، بيها ثمان ريجسترات، كل ريجستر من ايش قد يتكون؟ من ثمانية بت واحد بايت. فإذا ال 8085 يتكون من ثمان ريجسترات أم الثمانية بت، مو؟ ثمان ريجسترات أم الثمانية بت. هاي يقول دي يقول 8085 مايكرو بروسيسر contains يعني يحتوي 8 addressable 8 bit، يعني يتكون من 8 ريجسترات، كل ريجستر يحتوي على 8 بتات 1 بايت. اسماءهم شنو؟ accumulator اللي هو الاي ريجستر، طبعا هاي بالمناسبه يعني هاي كلها ماخذيها المفروض مرحله اولى، flag register البي ريجستر سي دي اي H L. هاي الرجسترات خلي نجي عليهم بعض. هذني الرجسترات من البي للإل، هذني الرجسترات من البي للإل يصيحوا لهم General Purpose Register. يعني شنو General Purpose Register؟ أقدر أستخدمه إيش وقت ما أريد. هو المايكرو بروسيسر مخصصها إليك استخدامك أنت، شو تريد تستخدمه إيش وقت ما تريد، فلذلك يصحوا لها جنرال بيربس، كيفك تريد تشتري تريد تستخدمها تستخدمها. هذول المتكونات من 8 بت، تمام؟ او اقدر اسويهن 16 بس لازم شنو استخدم البي والسي سويه، البي والاي سويه، الاتش والال سويه، يقوم انا استخدم 16 بت. يعني انا مثلا اريد اجيب بيانات 16 بت، ما اريد اجيب 8 بت، يعني اريد اجيب بايت، ما اريد اجيب بايت، راح استخدم هاي، تمام؟ يعني راح اجيب استخدم يصحوا له بير ريجستر، او يعني شلون مثلا يصحوا له بير ريجستر، يعني بير يعني مقترن او قرين، ما يصير استخدم البي والدي، لا استخدم البي والسي والدي والاي والاتش والال. من اقول بير ريجستر بي يعني بي سي، من اقول بير ريجستر دي يعني دي، من اقول بير ريجستر اتش يعني اتش ال. أنا هنا هاي 16 بيت مالتي اللي هي مثلا هنا B C و D E و H L. إذا معناتها شنو؟ اللو يكون هنا والهاي يكون هنا. يعني باعوا بالبرامج من أريد أجي أكتب أول مرة أدخل اللو بعدين أدخل الهاي، يعني مو سامعين عندنا الموست سيجنيفيكانت بيت والليست سيجنيفيكانت بيت، هذني اللي هن جماعة الموست وهذني الليست، تمام؟ هذا الحكي طبعا اللي دا نحكي كله مذكورة هنا. اللي يقول هذني الرجسترات من البي للإل هن ثمانية بالجنرال رجستر، هذني أقدر استخدمهن أما سينجل رجستر تكون من ثمانية بيت أو combine of two يعني مجموعة اثنين يصيران 16 بت اللي هن B C D E H L. higher order وين ينخزن؟ بالB يعني بالB والD والH. واللو order وين ينخزن؟ بالC والE والL. ما هذا ال H L غير register H L أقدر أستخدمه ويا عناوين ويا بيانات، وفي بعض الأحيان يخلي بي أدرس يصيحوا لعنوان الرجسترات الاندايركت الغير مباشر، وأقدر أستخدمه كداتا بوينتر. طبعاً هاي إن شاء الله أكثر شيء راح هاي أكثر شيء راح نعرفها بالعملي طبعاً طلاب، وإن شاء الله نشوفها. كل ما أزيد عدد الرجسترات أني يصير عندي flexibility أكثر، يعني يصير عندي مرونة أكثر، أقدر أخزن أكثر. ليش؟
لان اني احسن مما اظل رايح جاي من المايكرو بروسيسر للميموري. لا انا خو اجيب من الميموري واذب الريجسترات، الريجستر موجود بداخل البروسيسر، انا معناتها شنو؟ يعني اقدر اشتغل طبيعي داخل البروسيسر احسن ما اروح للمين ميموري. بس هذا راح يؤدي لي الى شنو؟ ان ازيد الريجسترات، البناء وحجم المايكرو بروسيسر راح يزيد، وبنفس الوقت تكلفته راح تزيد. يعني هسه بمكان مال 8085 خلينا نقول حجمه هلقد، لا جزء حجمه راح يصير هلقد وراح يصير اغلى، واستخدم بيه كومبوننت اكثر وياخذ مساحه اكثر، فهذا كله على حساب الكوست، على حساب غير شغله. فهنا هاي النقطه اللي هي دي يوضحها، يقول انه لارج نمبر اوف جنرال ريجستر راح يعطي مور فلكسبيليتي وسهوله بالبرمجه، زين، بس يعني راح ياخذ مساحه وراح ياخذ كوست وتكلفه ووقت وبناء والى اخره، تمام. زين، بالاضافه الى هاي الريجسترات، عندنا ريجسترين اللي هم الاي والاف. الاف يصحوا له فلاج، والاي يصحوا له اكيوميليتر. شنو هذا الفلاج؟ شنو هذا الاكيوميليتر؟ هسه نجي راح نعرفهم. احنا مو قلنا، انا خل نجي هنا نوضحها تكون افضل. مو قلنا هذا الـ 8085، هذا السي بي يو او المايكرو بروسر. قلنا انا هنا عندي وحدتين اللي هي الـ CU Control Unit وعندي ALU Arithmetic Logic Unit، وهنا قلنا عندي ريجسترات اللي هي شنية B C D E H L، تمام؟ هنا عندي المين ميموري، دزيت العنوان، هذا العنوان اجي على هاي الخلية بيها مجموعة بيانات، هاي البيانات اجي ذبها بوحدة من الريجسترات. انا خلينا نقول جمع طرح مدري شنو، او دزيت عنوان ثاني وهاي البيانات الثانية وديتها بغير ريجستر، المهم جمع طرح مدري سوى، وين الناتج ذي خزني؟ وشنو اللي دا يصير؟ هنا راح يجي دور ريجستر يصحوا له اي ريجستر، وبرفق ريجستر يصحوا له اف. كان هذا متكون من 8 بت وهذا متكون من 8 بت. هذا الاف مو كل ال 8 بت مستخدمها، مستخدم 5، 3 هيك يعني ذني مهملات ان الحاسوب يستخدمها، تمام. فالاكيوميليتر هو عباره عن 8 بت ريجستر، 8 بت ريجستر، وظيفته شنو؟ يخزن ناتج العمليات الحسابيه والمنطقيه اللي تتم بالارثمتيك لوجيك يونت. فلذلك دائما تلقى الاي والاف مرتبطات بالارثمتيك لوجيك يونت. اذا نجي نشوف البي دي اف مالتنا، يقول هو مرتبط بالارثمتيك لوجيك يونت، اغلب العمليات التم بي. يعني شنو اغلب العمليات التم بي؟ يعني مو التم بي، وانما الناتج مالتها ينخزن بي. فبع هنا بالمحاضره مالتنا ايش يقول هو عباره عن 8 بت ريجستر استخدمه لخزن ناتج العمليات الحسابيه والمنطقيه، وعادي ياخذ البيانات من الاجهزه الخارجيه ويدزها وهذا ويرمزوا له بالرمز اي. زين، بس عرفنا الاي ريجستر شنو، زين الاف ريجستر شنو او الفلاج ريجستر؟ الفلاج ريجستر مرتبط بالاي. انا هسه مثلا مو جمعت، خلينا نقول عندي جمع، خلينا نجي للعمليه من البدايه، خلي نمسح هاي. انا مود نفهمها، نفهم ايش دا يصير.
هذا عنوان لهذا موقع الذاكرة مثلا موجود ب 33. هذا ادرس باص اخذ هاي وصل لهذا العنوان. هذا العنوان خلينا نقول F32C. ايش كمثل احنا مو قلنا العنوان هو عبارة عن 16 بت، هاي 16 بت هاي بايت. هذا اخذه وين خزنه؟ خزنه برجستر سي. هسه قيمة السي صارت 33. راح عنوان ثاني هنا F F F E مثلا، هنا هذا العنوان B مثلا موجود شنو؟ 5 6. طبعاً هاي 33 وهاي 56 هاي مو ديسمال، انتبه لها، هاي ترى بالهكسا ديسمال بالإتش، يعني إذا تريد تعرف قيمتها بالديسمال لازم تروح تحولها. المهم هذا العنوان إجا مثلا خلينا نقول الخزن برجستر إي صار هنا 5 6. العملية مالتي جمع لي 33 ويا 56، هاي 33 وهاي 6 5، هنا ايش قلت؟ 3 زائد 6 9 8. أنا هاي 89 أرجع وأقول بالهكساديسمال، لازم ترجع للمادة مالتي مال الأول الرقمية، تراجع الديسمال والأوكتل والهكسا والباينري والتحويلات بيانات اللي راح كلش نحتاج إنه هواي بالمعمارية، تمام؟ زين. إن هاي عملية الجمع منو يقوم بيها؟ يقوم بيها هاي الأرثمتيك لوجيك يونت. الناتج مال عملية الجمع أو الطرح أو الضرب أو أي شيء وين ينخزن؟ ينخزن بالأي. هنا إيش صار؟ صار عندي هنا 89. زين. أنا لحد هسه ما أعرف شنو بالأي. منو يقول لي شنو بالأي؟ هذا الفلاج. الفلاج ريجستر إذن هو شنو؟ هو عبارة عن ريجستر يوضح الحالة مال الأي. يعني شنو الفلاج ريجستر؟ شي يوضح لي هل هذا الرقم موجب لو سالب؟ هل بي إشارة لو ما بي إشارة؟ هل هذا الرقم الناتج مالته صفر لو مو صفر؟ بي كري لو ما بي كري؟ يعني شلون بي باقي لو ما بي باقي؟ يوضح لي الحالة مال الأكيوميليتر. فإذا الفلاج ريجستر هو عبارة عن 8 بت، قلنا استخدم منه 5 بتات بس، 3 هذني يصحوا لهن undefined، يعني الحاسوب يستخدمهن احنا ما لنا علاقة بيهن. فهذني شنو ان الخمس بتات اللي هن الساين، هل هذا الإشارة بي إشارة لو ما بي إشارة؟ زيرو. هل هذا الرقم هو صفر أو لا؟ الأوكزيلري هل أكو كاري من أول 4 إلى ثاني 4؟ الكاري هل أكو أصلاً يعني كاري باقي؟ والبارتي هل العدد الوحدات موجب أو يعني فردي أو زوجي؟ العفو وليس موجب صراحة. فردي أو زوجي، تمام؟ هسه راح نوضحها نشوفها كلها. ضاعوا هاي وينه؟ يقول دي يقول هو عبارة عن 8 بيت which indicate status of accumulator of any arithmetic or logical operation، يعني يوضح لي الحالة مال register A. 5 defined وثلاثة undefined، هذا اني defined وينهن؟ sign z ac اللي هو auxiliary carry والparity والcu اللي هو الكاري. عن هاي الرموز تحفظوها، تمام؟ خلينا نجي نشوف هذا البي دي اف مالتي اللي مسوينا شنو. ايش ده يقول؟ ده يقول الفلاج هو عبارة عن 5 فليب فلوبات يستخدم لمعرفة حالة accumulator. بقى بالمناسبة الفلاج زائدا الاكيوميليتر يرمزوا له بي اس دبليو اللي هي بروجرام ستيتس وورد. هذا الحكي ما موجود بالمحاضره، موجود هنا بهذا البي دي اف. فيعني اخاف يجيك يقول لك هو البي اس يو شنو، لان بقى دائما احنا قلنا الفلاج ويا الاكيوميليتر مرتبطات. بقى بالمناسبه اكو فد اسم موجود هنا بالبدايه، خلينا نشوفه بعض. هاي مو الارثمتيك لوجيك يونت؟ باعش مرتبط بيها؟ مرتبط بيها الاكيوميليتر.
ومرتبط بيها الفلاج. ليش؟ لأن الناتج مال الحسابات ينخزن بالأكيوميليتر، وحالة الأكيوميليتر نوضحها بالفلاج. طبعا هو يعني حتى قال لي سوية يعني. خلي نجي عليه هن شنو نذني. شوفوا رقم مالتي بإشارة أو ما بإشارة، شلون أعرف؟ هذا مو الفلاج، أنا يجي أباوع على الفلاج أقول له فيو الفلاج راح ينعرض قدامي. إذا واحد معناته الإشارة مالتي شنو؟ نيجاتيف سالب. يعني إذا هنا موجود واحد يعني رقم مالتي سالب، إذا هنا موجود صفر يعني رقم مالتي موجب. خلصنا. يعني بعض هو يا رقم شلون بالله، خلي اوضح لكم اياها، خلي ارسم هنا أنا فوق هذا، هذا الاف، هذا الفلاج، هذا الاكيوميليتر، صارت عمليه جمع، هنا طلع لي فد رقم بالفلاج، يعني ارقام وانتم شايفين 0 1 1 0 ما ادري شنو، بغض النظر شنو هي الارقام. انا هسه اردجي ما اعرف انا هذا هذا الناتج موجب لو سالب، اروح على الفلاج. اذا هذا البيت واحد معناته هذا الرقم اللي موجود بالاكيوميليتر سالب، واذا صفر معناته هذا الرقم اللي موجود بالاكيوميليتر موجب. زين، افرض هذا الرقم كله من الطول صفر، يعني الناتج صفر، مثلا افرض 50 ناقص 50 صفر، اجي على هذا يصحوا له زيرو فلوج. اذا هذا واحد معناته الناتج اللي موجود بالاكيوميليتر صفر، واذا هذا صفر معناته الناتج اللي موجود بالاكيوميليتر مو صفر. تمام؟ زين، الاوكسيلري كاري باعوا هاي مو عندي صفر واحد اثنين ثلاثة وهنا أربعة خمسة ستة سبعة، يعني مقسومات أربعة أربعة. يقول لك إذا أكو كيري من أول أربعة إلى ثاني أربعة هذا يصح له أوكسيلري كيري، يعني إذا أكو كيري متولد من أو من دي ثلاثة إلى دي أربعة من هنا إلى هنا بالاكيوميليتر ورا اي اوبريشن، يعني هاي اذا واحد يعني اكو كاري، اذا واحد يعني اكو كاري احكي من هذا من البت الثالث للرابع، اذا صفر يعني ما اكو كاري منا لهنا، ما اكو كاري منا لهنا. تمام؟ يعني شلون مثلا خلي ناخذ هذا الرقم 0 0 0 1 0 0 صفر واحد، ومثلا صفر واحد صفر واحد صفر صفر واحد صفر، أو هنا خلنا نمسح هاي واحد. ليش دا أقول لكم ترجعون تراجعون الباينري ولا هذا؟ لأن حتى الجمع شوفوا صفر زائد صفر صفر، صفر زائد واحد واحد، صفر زائد صفر صفر، واحد زائد واحد صفر، واحد باليد. هنا باعوا صار عندي كاري اي منا الى هنا، فهنا راح تجي تلقى هذا قيمته واحد، يعني اكو كاري من الثالث للرابع. افرض هنا بمكان الواحد عندنا صفر، واحد زائد صفر راح يصير واحد، ما عندنا كاري، هنا راح تجي تلقى صفر. البارتي يعني عدد الوحدات اللي موجودة زوجي لو فردي، يعني باعوا هذا الرقم، هذا عدد الوحدات بيش قد ثلاثة، يعني عدد الوحدات فردي، عدد الوحدات فردي. زين، هذا عدد الوحدات باثنين، يعني زوجي، يعني شنو زوجي، فايش ده يقول؟
ده يقول إذا واحد يعني عدد الوحدات عندي شنو زوجي، وإذا صفر يعني عدد الوحدات فردي. يعني هنا أنا مو عندي ثلاث وحدات فهنا أخلي صفر، هنا مو عندي اثنين يعني هنا راح يجي واحد. زين الكاري فلاج إذا أكو فلاج، إذا أكو كاري من السابع للأخ، يعني بس خلينا نجي نكمل هذا الجمع. واحد زائد صفر زائد صفر واحد، صفر زائد صفر صفر، صفر زائد واحد واحد، واحد زائد صفر صفر وأكو واحد هذا برا راح ينزل. زين والأكيوميليتر هو حجمه ثمانية، زين أنا هنا طلع عندي حجم تسعة فعندي كاري واحد، هذا الواحد راح يجي هنا بالكاري. تمام؟ إذا واحد معناته عندي كاري جاني منه باقي، وإذا صفر يعني ما عندي كاري. تمام؟ هذا الفلاج وحالاته، هذا شنو شي صحوا له؟ الفلاج وحالاته. هذا وين يفيدكم؟ يجيكم هيك سؤال، يجيكم هيك سؤال يقول لك اجمع لي 5 6 زائد 2 3 بالهكساديسيمال، والناتج مال الجمع طلع لي انت راح تجي 5 9 و2 هاي شنو 7. بس طبعا هاي ما تقدر هيك تجمع، لازم تجي تفسخها. الاثنين شنية بالباينري 0 1 0 0، الثلاثة 1 1 0 0 6 اللي هي منين جاية؟ من الأربعة والاثنين يعني 0 1 1 0، الخمسة 1 0 1 0. أجمع من أجمع شنية 1 0 1 صفر واحد واحد، هاي شنية تسعة. زين هاي ايش راح يصير؟ واحد 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 صفر. هسه اجي اقول لك اختبر لي الفلاج، اختبر لي الفلاج. فالاس فلاج الساين فلاج دلنا الساين فلاج، اجي على اليمن على اخر بت موجب يعني 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 ال 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 الساين فلاج هذا صفر لواحد صفر لواحد. زين وراها اجي على الزيرو فلاج، قلنا اذا هذا الرقم صفر خلي هنا واحد فسوى صفر، لا فاذا اذا مو صفر هنا يصير صفر. مو الاوكسيلري كاري فلاج اكو يعني اكو باقي منا لهنا؟ لا فاذا صفر. الباريتي فلاج عدد الوحدات منا تجي شقد؟ 1 2 3 4 5 زوجي يعني صفر. الكاري فلاج اكو كاري منا لهنا؟ لا عمين اذا صفر. وهكذا. فهذا يجيك سؤال مثلا عندي جمع عندي طرح عندي شوف شنو يعني شوف انا ايش دا اسوي شنو هي العمليه. وطبعا هي ما يجيكم بهالسهوله، يجيك مثلا 3F زائد CC أو BC أو 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 إلى آخره، يعني على مود تجمع وتحول للباينري وتجمع وهكذا. تمام؟ زين هذا الحكي كله موجود بالمحاضرة مالتكم. هسه راح نجي على مصطلح صحولة البروجرام كاونتر والستاك بوينتر. زين عندي هذا برنامج موجود بالميموري، جبته من الميموري للسي بي يو. هذا برنامج، هذا الخطوة الأولى، هاي الثانية الثالثة الرابعة الخامسة، هذا مايكرو بروسيسر بينفذ. جاب الخطوة الأولى هذها نفذها كملها، هسه يريد يروح للخطوة الثانية. هذا عنوان، عنوان الخطوة الثانية وين موجودة؟ عنوان، ركز وياي عنوان، بما أن عنوان لازم 16 بت. هذا العنوان وين يكون؟ يصحوا له فشي بروجرام كاونتر بي سي من 16 بت. هذا البروجرام كاونتر هو عبارة عن ريجستر مكون من 16 بت، يصحوا له ميموري بوينتر أو مؤشر الذاكرة. هذا
هذا يحتوي على عنوان الإعازة التالي الذي من المفروض المايكروبروسيسر ينفذه. يعني هسه جبت هذا العنوان الأول، أخذ البروسيسر بدأ ينفذ به، بدأ يسوي له اكسكيوت. هو طبعا أول مرة يجيبه، بعدين يفك الشفرة مالته، يسوي له ديكود، بعدين يسوي له اكسكيوت تنفيذ، وبعدين يخزن الريزلت. المهم بين هو مدى يسوي هاي الأمور، هذا البروجرام كاونتر يجيب عنوان الإعازة الثاني على مود أول ما يخلص مايكرو بروسيسر يجي على البروجرام كاونتر يقول له ها هسه شنفذ، يقول له هذا العنوان، يروح يجيب البيانات اللي موجودة بهذا العنوان وهم ينفذها. من راح ينفذ هذا البروجرام كاونتر شي يسوي يزيد روحه بمقدار واحد على مود راح ياخذ العنوان اللي بعده وهكذا. إذن البروجرام كاونتر هو 16 بت ريجستر يحتوي أو يصحوا له الميموري بوينتر، يحتوي على عنوان الإعاز التالي الذي من المفروض أن ننفذه. من المايكرو بروسيسر ياخذ العنوان التالي يزيد روحه بمقدار واحد على مود يجيب العنوان اللي بعده وهكذا. هذا طبعا بصورة مختصرة، طبعا راح نوصل للموضوع الستاك، هذا راح نشرحه أيضا بالتفصيل. عندي هسه مصطلح ثاني يصيحوا له الستاك بوينتر. طبعا محاضرة السادسة محاضرة كاملة على الستاك، الستاك موضوع حيل مهم. الستاك هو شنو؟ مقدمة على الستاك، بس على مود نعرف شنو هذا الستاك بوينتر. الستاك هو عبارة عن جزء من الذاكرة، هاي ذاكرة ميموري، جزء من عدها نصيح الستاك. الستاك هو عبارة عن ذاكرة مؤقتة أخزن بها البيانات، يعني باوع احتاج بيانات، شايفين مرات من تشتغل احتاج بيانات تريد تخزنها بصورة مؤقتة وراها تمسحها، يعني هيك بس تحتفظ بيها بشكل مؤقت. اني اذا اجيب المايكرو بروسيسر ياخذ بيانات من الذاكرة ويجيبها لهنا وراها من احتاجها بشكل مؤقت، ارد اخزنها بشكل مؤقت، يرجعها للذاكرة وبعدين يرجع راح تصير علي طويلة. لا، فايش قالوا؟ قالوا يا احنا خلينا نسوي فشي اسمه ستاك. هذا الستاك اخزن به البيانات بصورة مؤقتة، وراها اكمل شغل لين مسحن البيانات ويروح انا ويلغي دوره وارجعها للذاكرة الرئيسية ورا ما اطلع النتيجة النهائية. هذا شلون اوصل للستاك؟ اوصل له عن طريق فشي صحو الستاك بوينتر. هذا من يتكون من 16 بت يحتوي على عنوان top of the stack، يعني مثل stack. فإذا الستاك بوينتر هو عبارة عن 16 بت ريجستر يحتوي على عنوان على الستاك أو top of stack. ما أخذ المعلومات اللي موجودة هنا، أما أخزن بيها بشكل مؤقت ورا ما أحتاجها أرجع أسحبها أنفذ أكمل وراها يلغي الستاك أرجع المين ميموري. فهذا هو الستاك. هذا الكلام ايضا وين موجود؟ موجود بالمحاضرة مالت. زين هسه الارثمتيك لوجيك يونت، يعني اتوقع حكينا عليها بما فيها الكفاية، لكن ايضا خلنا نتطرق عليها بشكل نتطرق عليها لان هنا ذاكر معلومات اضافية. الارثمتيك لوجيك يونت تكون يعني نقول بيسكلي بشكل اساسي من اكيوميليتر وفلاج تيمبراري ريجستر. طبعا هذا تيمبراري ريجستر اليوزر ما يقدر يتعامل وياه، هذا الحاسبة تتعامل وياه، هي تشتغل به. انا مو من شرحنا ذيك الساعة مو قلنا اكو اي ال يو اكو سي يو، وهذا الاي ال يو موجود يتعامل ويا اي ويا اف. او هذا ايش دا يقول الارثمتيك لوجيك يونت بيسكلي يعني بصورة اساسية هو بشنو يعني دا يتعاون؟ يتعامل ويا الاكيوميليتر ويا الفلاج. تمام. هاي الوحده اللي هي الارثمتيك لوجيك يونت تقوم عمليات الحسابيه والمنطقيه سواء ويا البيانات اللي مخزونه بالجنرال ريجستر اللي هي البي والسي والدي، او ويا البيانات اللي مخزونه بالمين ميموري. الارثمتيك اوبريشن شنية؟ العمليات الحسابية شنية؟ طيح مقارنة، انكريمنت زيادة، ديكريمنت نقصان،
كومبلمنت اللي هو المكمل صدق تراجعون الكومبلمنت الوانز كومبلمنت والتوز كومبلمنت والناينز كومبلمنت هاي كلها تراجعوها لان يعني شيء مرتبط بهاي الماده مالتكم زين اللوجيكال اوبريشن هي شنو هي الاند والاور والاكس اور والروتيت والى اخره الريزلت مال هاي الاوبريشن وين ينخزن هاي بعد اصبحنا نعرفها ينخزن بالاكيوميليتر زين هاي هي الارثمتيك لوجيك يونت زين التايمينج والكنترول يونت الكنترول يونت عرفناها شنو هي الوحده اللي تسيطر على كل شيء التايمينج يونت هي شنو طبعا هي هاي يعتبرها واحده التايمينج يونت هاي الوحده مسؤوله عن صحلها السينكرونايز يعني المزامنه السينكرونايز هاي الوحده مسؤوله عن مزامنه تشغيل المايكرو بروسيسر ويا الكلوك احنا مو كنا نعرف المايكرو بروسيسر هو هذا مبدا عمله هاي كلوك هيك صايره هاي بداية الكلوك وهاي نهاية الكلوك. الكلوك وقت تايم يعني تايمينج هاي وقت الكلوك تبدي بالنا تبدي لهنا. بهذا الوقت أنا لازم أسوي فلان أوبريشن أنا في فلان عاز أسوي فلان شيء. هذا يصح له تايمينج التوقيت فالتوقيت عندي مهم. شلون أسوي مزامنة الكلوك ويا المايكرو بروسيسر هاي الوحدة اللي هي تايمينج تسوي لي. يعني هاي الوحدة مسؤولة عن مزامنة. تشغيل المايكرو بروسيسر ويعني according to clock وخلي له clock طبعا هاي تولد إشارات تحكم على مود تسوي سهولة التواصل بين المايكرو بروسيسر والperiphal device يعني الأجهزة الطرفية شون الطابعة شون غيرها بقى يعني أنا مو عندي هذا المايكرو بروسيسر عندي هاي طابعة يعني هاي كمبيوتر وهاي طابعة مربوطة أنا هنا فتحت PDF وورد وقلت له أطبع. دز الصفحة الأولى هذا طبعها. دز الصفحة الثانية هذا طبعها. طبعاً إحنا نعرف المايكرو بروسيسر أسرع من الطابعة بهواي. زين طابع شلون جاي يتلحق؟ هو هاي عن طريق التايمينج والكنترول يسيطرون على الوقت مالته. يقول له دز أطبع انتظر اللي كمل الصفحة الأولى بعدين دز أطبع وهكذا. هذا يسووه سينكرونايز. كلوك إشارات سيطرة هو هذا التايمينج أند كنترول تايمينج أند كنترول يونت تمام هسه راح نجي على الموضوع مهم توضيح سريع يعني هذا أريد أوضح لكم إياه يعني مو تفهموه تشوفون مو قلنا هذا المايكرو بروسيسر هذا مو قلنا متكون من 40 بن أنا أثناء مدى أشرحاني خلوا هاي البنات قدامكم خلوها قدامكم على مود تفهمون أنا إيش جاي أقول وشو خلى طلعها أنا على مود أشرح لكم عليها قلنا بمحاضرتنا إنه الأدرس باص ما تيجي قد 16 بت ديتا باص ما تيجي قد ديتا باص 8 بت يعني هنا أحتاج 8 خطوط لنقل البيانات راح اقول له صار تتدلل طيب من الدي 0 للدي 7 زين هنا احتاج 16 خط لنقل الادرس اهم اقول له صار تتدلل هاي من الاي 0 للاي 15 حلو حلو اي مشكله ما عندي هذا ينقل عنوان هذا ينقل بيانات هسا المفروض من اروح على المايكرو بروسيسر القى هيك شيء زين وين المايكرو بروسيسر هذا المايكرو بروسيسر جاي تشوفون هنا أنا عندي اي 8 9 10 11 12 لل 15 زين هاي الايات من ال 8 لل 15 زين هنا مكتوب اي دي 0 اي دي 1 زين شلون يعني مشتركة الادرس والديتا لو شنو احنا من شرحنا قلنا انا كمهندس اريد اقلل تكلفة واريد اقلل حجم فاني مثلا اذا
المايكرو بروسيسر مالتي يرهم اسوي خمس بنات اسوي خمس بنات. لا مثلا هو 40 بن يرهم اقلل اسوي 35، هي اقلل اسوي 35، هاي ايش راح استفاد؟ كومبوننت اقل، لاينات اقل، خطوط نقل او خطوط ادرس اقل، وبنفس الوقت تكلفه اقل ومساحه راح ياخذ اقل. زين جو صفنا وقالوا يابا احنا بالبروسيسر هذا ال 8085 اني لو دا انقل عنوان لو دا اجيب بيانات مال اثنين هن بنفس الوقت ما يصير كذا. يعني انا اتعامل لو ويا ادرس لو ويا ديتا. قالوا زين حلو، انا اذا دا اتعامل لو ويا ادرس لو ويا ديتا بوقت واحد، يعني ما يصير اثنين هن بوقت واحد، انا ليش انطي للادرس 16 لاين وللبيانات 8 لاين؟ خو خلي ادمجهن. شلون قال يابا هاي شلون ندمجهن؟ قالوا اجيب 16 خط، هاي وينهن؟ أربعة بأربعة، هاي ثمانية، هاي ثمانية النوب. قالوا هاي الثمانية الفوق خليها مشتركة للعنوان وللديتا، يعني هنا A D صفر، A D واحد، وصولا إلى A D سبعة مشترك، وهذني من الـ A ثمانية إلى A 15 إنه بس عنوان، لأنه العنوان ما تيجي قد 16. زين فش دي يقولون؟ دي يقولون إذا أنا دا أستخدم عنوان أدرس إذن هاي الديات راح تلغي، يصير كله من الأي صفر للأي 15. وإذا أنا جاي أستخدم بيانات ديتي هذني راح يلغن، وهذني الأيات يلغن، تصير من الدي صفر للدي مان. حكي حلو، هذا شو استفادوا؟ استفادوا قللوا من الهاردوير. لذلك من نرجع للمحاضرة دنشوف دنشوف هذني اي دي صفر الى اي دي سيفن، وهذني شنو؟ من الثمانية للخمسطعش. زين هالثاني حيل حلو، هسه حكي كلش حلو وكلش تمام. شون اختار 16 كله للعنوان، وشون اختار 8 للبيانات؟ عندي هنا فد بن اسمه ALE، وينه؟ خلينا ندور عليه. كوب هذا وينه؟ 30 بن 30 ALE بن 30. خلينا نرجع على مود نشرحه هنا. هذا بن 30 اسمه ALE. هذا شنو معناه ال ALE؟ خلينا نجي هنا نغير لون على مود نشرح. ALE اسمه address latch enable. هذا اذا كان واحد، احنا باعوا طبعا هاي البنات اللي هنا، مو قلنا اكو 40 بن؟ ترى هاي البنات يعني هي تاخذ بت واحد، يعني اما قيمته صفر او قيمته واحد، ما عندي غير هنا. هو هذا الباينري، هو هذا المايكرو بروسيسر اصلا يتعامل، يعني هو الباينري كله اصلا مايكرو بروسيسر يتعامل اما هو صفر او هي واحد. فانت هو هذا بن لاين واحد، خط واحد، ايش قد ياخذ قيمه؟ اما صفر او واحد. زين هذا الادرس لاتش انيبل، اذا انطيته واحد معناته اني دا اتعامل ويا ادرس بس، يعني اخذ ال 16 كلها، يصير عندي من الاي صفر الى اي 15. واذا كان صفر لا، معناته دا اتعامل ويا ديتا بس، يعني راح ياخذ بس الثمانية، لأن الثمانية الثانية راح يلغيها وراح ياخذ من الدي صفر للدي ثمانية. هسه احنا تمام. حلو هذا الكلام؟ تمام؟ فهاي وين هذا الادرس لاتش انيبل؟ طبعا بالمناسبة انا هسه من دا اشرح لكم هاي البنات، هاي وينها؟ هذا هو الشرح هنا، خلي لكم اياه وين هي. تشوفون هاي شنو الادرس باص، شنو الديتا باص، شنو هاي البنات، شنو الار دي، شنو الدبليو، يعني هاي وينهن، شنو هذا وينهن، مثلا شنو هذا الريد، شنو هذا الرايت، شنو هذا الاس، شنو هذا الانبوت اوت، شنو هذا الريدي. هاي معنات هاي البنات، يعني البن اوت هاي ال 40 بن شنو. وهاي ممكن تيجي سؤال، يعني مثلا ممكن اجيب لك سؤال عدد البنات مال ال 885 واشرح لي فلان بن شنو وظيفته، او البن رقم 35 اللي هو ردي. طبعا هذا احنا هذا ما نحفظه،
يعني هذا ما مطلوب منكم، بس هاي البنات كل بن شنو وظيفته؟ لا هاي مطلوبة منكم، بس مثلا ما أقول لك بالرقم خمسة شنو، لا أنا ما أطلب منك شيء لأن هذا مستحيل، بس مثلا أجي أقول لك الأس آي دي شنو هاي؟ والترب شنو هاي؟ شنو وظيفته؟ إيش جاي يسوي؟ أنا هسه جاي أشرح لك إياها الحين، تمام؟ هسه هذا الـ ALE عرفناه، وهذني عرفناه وهذني عرفناه، انزين. الآيس على مود يشتغل هاي الـ VCC يحتاج له 5 فولت. تمام؟ وأكو جراوند بي همين. أنا هاي أصبحت بديهية، أكو جراوند وأكو VCC هاي بالإلكترونيات، يعني أربط أرث إيرث إيرث وأربط الـ هذا. فالـ VSS هاي شو يصيحوا لها؟ يصيحوا لها الجراوند. هاي الـ VCC اللي هي هاي الـ 5 فولت مالتي اللي يشتغل بيها. X1 X2 هاي الكريستال اللي هي تولد لي السرعة مالتي، هاي اللي هي 3 ميجا هرتز اللي حكينا عليها، الكلوك فريكونسي اللي هي الماكسيمم 3 ميجا هرتز والمينيمم 500 كيلو، تمام؟ بقى عندنا في شيء اسمه كلوك اوت، هذا اللي يولد الكلوك مالتي، هاي الكلوك هذا هو هاي الجنريت الكلوك، تمام؟ زين بعد شنو من البنات اللي المفروض نعرفها؟ هسه عرفنا الـ ALE، نريد نجي على مثلا هاي اللي هي RD و WR، هاي شنو هي الـ RD و WR؟ هاي معناته ريد ورايت، شايف هسه العملية مالتك قائل وكتابة. عملية هسه اللي تريد تسويها، تريد تقرأ لو تريد تكتب. إذا جاي تكتب معناته إدخال، هسه من تكتب بالكيبورد مو جاي تدخل، وإذا تريد تقرأ هسه من تقرأ من الشاشة يعني هذا إخراج، فهل العملية مالتك ريد ورايت؟ فدائما خلي ببالك رايت الكتابة هي إدخال، الريد القراءة هي إخراج. عملية يعني 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 شيء صحولها بعض. بالمناسبة هذن السيجنالات اثنينهن يشتغلن اكتيف لود، عن اي 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 سيجنال من هذني، اي سيجنال من هذني تشوفوه عليه داش يعني هذا يشتغل اكتيف لود، يعني يشتغل بالصفر. اذا تطي واحد ما يشتغل. فبعض انا هسه العملية مالتي اريد اقرأ، اريد انطي هذا البن صفر راح اروح اقرا، اذا انطيته واحد ما راح يقرا، اذا هذا البن انطيته واحد ما راح يكتب، اذا انطيته صفر اي راح يروح يكتب، يعني هذا البن يتفعل بالصفر يتفعل. انا ما اقدر اقرا واكتب بنفس واحد، يعني لو اقرا لو اكتب، تمام؟ فهنا ايش دا يقول لك؟ واو يقول لكم الريد يعني هاي هي اكتف لو، والرايت همين اكتف لو، هذا يربط بالميموري وادخل بيانات واقعد اقرا وطبيعي وعادي، وهذا ذا سيجنال از يوز تو رايت ميموري، يعني اكتب بالميموري، هذاك لا اقرا من الميموري او الانبوت اوت بالديفايسز يعني وات ايفر، تمام؟ بعد ايش عندنا بدنات نريد نطلع عليها؟ ان هذا البين مكتوب عليه input output او memory. احنا بقى مو قلنا هذا المايكرو بروسيسر وهنا عندي memory، يعني هذا m e مايكرو بروسيسر وهذا m u اللي هو memory، وهاي خلينا نقول هنا طابعه جهاز خارجي برنتر اي شيء. مو قلنا المايكرو بروسيسر مربوط هيك ويا الميموري ومربوط ايضا ويا الانبوت اوت بوت ديفايسز. زين هسه مثلا المايكرو بروسيسور ده يتعامل ويا الميموري اللي هو الانبوت اوت بوت ديفايسز، راح يحددها هذا البين، هذا البين اسمه انبوت اوت بوت او ميموري. هذا البين اذا انطيته صفر يعني المايكرو بروسيسور جاي يتعامل ويا من؟ ويا الميموري. إذا انطيته واحد معناته المايكرو بروسيسر جاي يتعامل ويا الانبوت اوت بوت ديفايسز، تمام؟ زين هسه خلينا نفرض جاي يتعامل ويا الميموري، لان هاي من جاي يتعامل ويا الميموري جاي يتعامل ويا قراءة كتابة
بيجيب إيعاز، بيفسر إيعاز. ونفس الشيء همين إذا دي يتعامل ويا input output device، يتعامل ويا قراءة، كتابة، input output، ايش دي يسوي؟ هاي من يحددها؟ يحددها هذني ال S0 وال S1. وين ال S1؟ اكو شيء S1، هذا وين؟ S1. هاي شنو؟ اكو تيبل هنا هذا تحفظوه على الغيب، يعني راح نشبع به امثله وحلول. وهذا وينه؟ تشوفون اذا باعوا هاي المشين سايكل. طبعا ان شاء الله المحاضره الثالثه ناخذ المشين سايكل والانستركشن سايكل والميموري سايكل، يعني اقول سايكلات كلها راح ناخذها. تمام. يعني هنا مو قلنا عندي انبوت اوتبوت ميموري، اذا صفر معناته ميموري، وإذا واحد معناته input output. فخلنا نأخذ هاي الحالات بالصفر. بالصفر إذا S0 S1 واحد واحد، يعني أنا ماتي جيب إيعاز أوبكت فيتش سايكل، يعني إذا أجلب إيعاز. إذا صفر واحد معناته ريد، إذا واحد صفر معناته رايت، إذا صفر واحد معناته ريد بس ويا من هنا ويا الانبوت output. ليش؟ لأن هنا صارت وحدات. وهكذا هذا الجدول تحفظوه، راح نبدا نستخدمه ان شاء الله بالمحاضرات السابقه. تمام، هاي شرحناها الفي سي سي والجراوند. بعد خلينا نشوف شنو ايش عندنا. شغلات بقى عندنا فتشي بالمايكرو بروسيسور يصحوا له الانترابت. شنو هذا الانترابت؟ شنو بقى مايكرو بروسيسور هذا وينه؟ 8085. المايكرو بروسيسور والله ده يشتغل بعمليه معينه، ده ينفذ برنامج معين، اسمع اغنيه على اليوتيوب، جاي اكتب بالوورد اي شيء واتفر. يعني المهم صارت عندي شغله طارئه، مثلا انا رابط هذا المايكرو بروسيسور ويا طابعه وجاي اطبع، صارت عندي شغله طارئه ارد الغي الطباعه واريد اخلي المايكرو بروسيسور يسوي غير شيء، او مو يعني، او مثلا اطبع فد وورد وتذكرت عندي وورد اهم من عنده اريد اطبعه، اوقف هذا العمل واطبع هذا وبعدين ارجع على هذا. يعني شلون بهيج حاله اقدر ما اقدر؟ لا اقدر. هذا هنا يصحوا له انترابت اللي هو المقاطعه. يعني اذا اقول للبروسيسور اترك شغلك هسه اللي انت بيه، تعال نفذ لي فلان شيء وبعدين عود نرجع نكمل هذا الشغل القديم مالتنا. تمام، زين هاي العمليه شلون راح تتم؟ عندنا هو هاي شغلات. من ضمن الشغلات اللي عندنا عندنا فد شيء هولت. هولت هذا شنو؟ المايكرو بروسيسور يستلم هاي الاشاره، جت هاي الاشاره، هاي الاشاره معناته يعني تقول للمايكرو بروسيسور توقف. طبعا هذا احتاجه في شيء اسمه ال DMA اللي هو ال Direct Memory Access، ان شاء الله راح ناخذه بالمحاضره الثامنه اتوقع بالتفصيل، هو موضوع الانترابت. وايضا بالثالث السنه الجايه ان شاء الله بماده الريل تايم سيستم ديزاين محاضره كامله بس على الدايركت ميموري اكسس ان شاء الله. ايضا انا اجيكم بالماده واوضح لكم اياها، لكن فكره عليها. المايكرو بروسيسور يستلم اشاره هوب، يعني شنو؟ وقف البيدك، اريد ادخل بالدايركت ميموري اكسس، اريد اشتغل، المايكرو بروسيسور راح يوقف الشغل مالتي ويدز، يعني المايكرو بروسيسور يدز هاي الهيلب HLDA، يعني يقول له انه استلمت، يلا اوكي انطيتك مجال ادخل بهذا المود مالتك. اوكي، هو هذا الهيلب والهيلب. شوفوا وين هنا، خلينا نجي نباحن هاي وينهن 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 هاي وينهن بين 38 39. هاي ان للمايكرو بروسيسور جي من من يعني من هذا يقول له يابا انه وقف ارد استخدم. المايكرو بروسيسور يقول له اكنولج، يعني صار معلوم عندي، يدز للجهاز الثاني هاي الاشاره، يعني اوكي استخدم روح. تمام، هسه عندنا اشاره اكو اشاره ثانيه نريد نستخدمها. با مو قلنا هذا مايكرو بروسيسور
وهاي طابعة مثل مربوطات. المايكروبروسيسور يريد يطبع دز ورقة أو قبل لا يدز، شلون المايكروبروسيسور يعرف هذا جاهز لو ما جاهز؟ زين افرض دا يريد يطبع 50 ورقة، دز للورقة الأولى طبعها وراح يقول له جاهز، يدز للثانية، شلون دا يعرف جاهز؟ هذا بن يصيحوا له ردي، هذا انه المايكروبروسيسور يدزه على مود يشيك حالة الجهاز الخارجي جاهز لو ما جاهز. ما عندنا هاي البنات اللي هي الطب RST7565555 والانتربت، والانتربت اكنولوج هذا، هذني اشارات يصيحوهن مقاطعة انتربت اللي هي هاي حكيناها عندي فد عملية اقطع العمل مالتي وانفذها. زين هاي شنو ايش دا يصير؟ هاي مثلا التريب شنو ذني شنو باع مايكرو بروسيسر دا ينفذ برنامج هذا اعاز دا ينفذ به، جت اشارة انتربت، هاي اشارة مثلا تريب، هذا معناته شنو؟ انه كمل البيدك كمل هذا الاعاز وراها وقف اخزن النواتج وتعال شوف هذا شنو ايش يريد منك، من تكمل رجع لأكنولج يعني انتربت أكنولج على مود يعني انه صار معلوم دا اشتغل تمام. فانا ايش يقول بالمحاضرة مالتكم بعض يقول بعض الاحيان من الضروري انه اقاطع تنفيذ البرنامج الرئيسي مالتي، شنو ادز انتربت ريكوست يا ابي ترى عندي شغله ضروريه، المايكرو بروسيسور ايش راح يجاوبني؟ يقول لي انتربت تكنولوجي يعني صار معلوم، يكمل تنفيذ اعاز الحالي ويوقف البرنامج ويروح يشوف ايش موجود. عندي خمس انتربتات اللي هي هاي وينهن، عن هاي البرايوريتي مالتها الترب، بعدين 7 5 7 5 6 يعني 6.5 و5.5 والانترب. أذني إيش ده يقول لك؟ ده يقول لك إذا إجاك أكثر من انتربت بوقت واحد لمن أنفذ؟ فهاي الأولوية، هاي الأولوية القصوى، وهاي الأقل، وهاي الأقل، وهاي الأقل، وهاي الأدنى. يعني مثلاً هاي شوية أقدر أصبر لها، بس لا هاي أولوية قصوى، يعني المايكرو بروسيسر كمل البيدك بسرعة وتعالي تمام. آخر شيء عندنا الـ Serial Input Output Ports اللي هي الـ SID الـ SOD قبل بذاك الوقت يعني بالـ 76 بالـ 70 نهاية السبعينات كانت مو هاي الأجهزة الطرفية مثل الطابعة مثل شون هسا احنا عندنا الديتا شو بالمناسبة لحد هسا هاي طابعة أو شوفوا في الجهاز وهاي الحاسب المايكرو بروسيسر. إذا شايفين باعوا هاي أهم صدق معلومة تفيدكم، إذا شايفين الكيسات القديمة ظهرها أكو منافذ، منفذ يصير هيج طويل وبيزروف هواي، ومنفذ لا وسط هم بيزروف أقل، ومنفذ USB ومنفذ أكو منفذ كانوا يصحوا له بارارل ومنفذ سيريال، وإحنا هذا السيريال باعوا بالسبعينات كان ماكو بارارل وما أدري كان هو بس سيريال، بعدين يعني جاك البارارل وصارت السيريال، انه هي الاجهزه قبل مثلا الطابعه والديتشو او 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 جهاز العرض وغيرها كانت سيريال، وهذا الـ 8085 هو سيريال يدعم السيريال، قبل اربط هذا الجهاز ويا المايكرو بروسيسور فكان متوافق، كان توافق اكو، فاكو عندي SID يعني سيريال انبوت داتا SOD سيريال اوتبوت داتا، إذا سويت السيريال انبوت داتا اكتيف يعني استلم بيانات سيريال، هاي وين انت تشوفوه هذا وين سيريال انبوت، هذا من انطي واحد يعني استلم بيانات انبوت، وسيريال اوتبوت من انطي واحد يعني طلع لي بيانات من الحاسب للاجهزه الطرفيه للاجهزه الخارجيه تمام. هاي لهنا طبعا شوفوا هاي هنا الشرح هنا منطيكم مختصرات، هاي اذا تشوفوه مثلا اي 0 اي 7 اي مدري شنو الاي ال اي اس هذا
مختصرات، وهنا بالمحاضرة الشرح بالتفصيل. ولهنا نوصل وياكم إلى نهاية المحاضرة الأولى. إن شاء الله المحاضرة الثانية راح نشرح بيها شوي على الميموري، تمام؟ إن شلون أصمم الميموري مالتي. هي المحاضرة الثانية والثالثة أكثر شيء راح تكون تصميم الميموري، تمام؟ الميموري شنو من شنو تتكون. إن شاء الله تكون المحاضرة استفاديتوا منها. أي شخص عنده استفسار أو سؤال يقدر يستفسر عن طريق التليجرام أو يدز إيميل، وإن شاء الله نجاوبه بالسرعة الممكنة. حياتي لكم.